d'applaudir Rachida Sedi. Qui va nous dire quelques mots. قصة تدوي على شابة كانت تقرا في فرنسا وكانت تتلعب بزاف القمر ووالديها عياو معاها ما قداو فيها دخلت المغرب وحبسات ولكن عاود رجعت للقمر فوالا دونك فرح الفاسي خدمت معايا في أفلام أخرى مع حسن بن جلون اي دونك وكنت نشوف فيها وبان ليا فيها لو رول دونك ملي عاودت ليها القصه قالت لي نقدر ندير هذا وعجبني دونك سكي في كو درنا بزاف ديال لا بريباراسيون درت ليها واحد الكوتشينغ كوتش مرة تتلعب كانت تتربح بزاف لي تورنوا ديال البوكر هي اللي علمات هي اللي دوزت معاه بزاف ديال الوقت باش توريها كيفاش تلعب كيفاش تحط لي كارت كيفاش سميت هذا ودخلت في اللعبه دونك زعما سميتها فرح الفاسي الاجواء التصوير انا كنت مدوره بعائله كاع ليكيب تنعرفهم حيت خدموا معايا بزاف في الافلام اون طون كو بروديكتريس دونك اللي كان اللي مزيان ليا وهو درنا بريباراسيون مزيانه باش من حيت ما كانش عندي ما كان كان فيلم هذا اوتو برودوي دونك سكي في كان خصني نسالي في الوقت ما نقدرش نطلب شي حاجه انا درت موضوع ديال الادمان دابا نتوما الا شفتوا حواليكم ولا سميتو غتكونوا تتعرفوا شحال من واحد تيدروغا شحال من واحد الكول خرج عليه شحال من واحد خرج عليه اللعب دونك ما غنديرش رساله حيت هذاك اللي فيه داك الادمان راه هو اللي غادي الا بغى واحد النهار يتحبس غيحبس الا شاف فيلمي غيحبس تنتمنى ولكن ما تنظنش شنو بغي نقول للجمهور تنبغي نقول بعدا يجيو يشوفوه راه غادي يخرج غدا ان شاء الله في توت لي سال دو سينما او السينما المغربيه جو بونس كو دارت ان غران با دونك هذا موضوع ما حتى هو تزاد ما عمرو تصاوب قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو هذا الفيديو مع صحابكم وما تنساوش ديروا جيم الموقع إحاطة على شبكات التواصل الاجتماعي